بسم الله، نشوف مع بعض ازاي نعمل كود في برنامج الدينامو. اجي هنا هربط كل حاجة، الاقي هنا بيقول لي عايز ترسم جيومتري، اقول له ماشي عايز ارسم جيومتري كون، يديني كذا طريقة لعمل الكون. انا اختار مثلا هاي الطريقة الانسب، وليكن مثلا الطريقة دي أدي الستارت بوينت إند بوينت ستارت ريديوس. ماشي تمام. هنا بيقول لي أنا عايز منك لو بوينت، هنا بوينت، هنا بابل. طيب أقول له هنا الدبل، ممكن أقول له أنا عايز دبل تمام، أو أختار السلايدر وأعمل شيك من هنا لهنا تمام. طبعا لازم يكون في راديوس، يكون رقم موجود. ماشي، عايز أضربها النقطتين، أقول له إكس واي زد، واي زد، وأختار واي كوردينيت، ده الإكس والواي زد. طيب لو أنا وصلت اديته أول نقطة اهي، ما اعترضتش عليها. طب لما اديت النقطة قال لي طلع لي رسالة خطأ. ليه؟ لأن أنا هنا عندي الـ X و Y و Z مش مديله أي كلام، فهو مفترض بصفر، فافترض إن الـ Start Point بصفر، وافترض إن الـ End Point برضه كمان بصفر، فمش هينفع. فعلى الأقل أغير في الـ Z اللي هنا، أقول له دبل وأوصلها بالزد وأغير القيمة بتاعتها بشكل ضغط. كل شوية ممكن أرفع الزد تمام، ممكن طبعا أغير في الـ X والـ Y زد زي ما أنا عايز، يعني خليني مثلا أوصل بالـ Y وأبدأ أغير الـ Y بشكل ضغط. برضه النقطة الأولانية ممكن تغير الـ X والـ Y زد بتاعها بدون أي مشكلة خالص، ندير نصها بالإكس بالشكل دوت زي ما أنت شايف. فعن طريق السلايد أنا بغير شكل الكون اللي أنا عامله الجيومتري، ببدأ أركز على الجيومتري وأنسى حتة البرمجة المرئية اللي احنا عاملينها.